عندما نتحدث عن الذكرى الثالثة لانتخاب السيد الرئيس عبد المجيد تبون، البعض يتساءل لماذا المجتمع المدني يحيي هذه الذكرى. نحيي هذه الذكرى لأن قبل 12 ديسمبر 2019 الجزائر كانت تعيش وضعا استثنائيا، أراد الجزائر الكثير للجزائر أن تنزلق نحو المجهول، أراد الكثير للجزائر أن تكون مثل عديد البلدان العربية الآن التي تعيش انقساما وتعيش صراعا وتعيش حروبا وتعيش أيضا شتاتا، إلا أن الرجال والشرفاء وكنتم أنتم منهم رجالا ونساء قلتم آنذاك كلمتكم، فقلتم بأن الجزائر لن تذهب إلى المجهول، الجزائر لن تعرف فترات استثنائية وانتقالية، الجزائر ستنخرط في المسار الدستوري وتبني مؤسساتها. فكانت كلمة الشعب وكلمة المجتمع المدني وكلمة الجيش الوطني الشعبي الذي نتقدم له بتحية تقدير وتحية عرفان، لأنه كان منحازاً إلى الشعب آنذاك، فقال الشعب كلمته وأرادها مدوية آنذاك في انتخابات رئاسية أفرزت وجاءت برئيس للبلاد، رئيس شرعي منتخب وهو الرئيس عبد المجيد تبون. فنحن نحيي هذه المحطة لنسترجع ماضينا القريب ولنسترجع ما عاشته الجزائر من ظروف صعبة، إلا أن الرجال والنساء أبوا إلا أن يحولوا تلك المحنة إلى منحة، فكانت بعدها عدة محطات مهمة، واليوم نرى بأن الجزائر تعيش فترة جديدة وتعيش عهدا جديدا بسلطتها وشعبها ومجتمعها المدني. فأردنا أن تكون لنا هذه الوقفة لنقول للمحسن أحسنت، ونقول بأن المجتمع المدني هو صمام الأمان، وأن المجتمع المدني الحقيقي هو الذي يحضر في هذه القاعة وهو الذي يعيش في الميدان، وليس من يدعون بأنهم يمثلون المجتمع المدني من وراء البحار، من وراء الشاشات، ومن وراء أيضا مواقع التواصل الاجتماعي